السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعرف الكورونا النرويجي زي ما انتم شايفين قدامنا، الخمسين كورونا نرويجي باللون الأخضر دي من الوجه، دي الخمسين كورونا نرويجي من الخلف. طبعا الكورونا عملة نرويجية دلوقتي حاليا بيتم استخدامها باليورو. دي الميت كورونا نرويجي من الأمام، شكل سفينة على وجه العملة باللون البرتقالي. بعد كده الميت كورونا من الخلف، العملة دي إصدار سنة 2016 زي ما انتوا شايفين باللون البرتقاني. بعد كده الورقة 200 كورونا باللون الأزرق، عليها علامة مائية خضراء مكتوب عليها 200 على شمال العملة. بعد كده الـ200 كورونا من الخلف، دي 200 كورونا نرويجي. بعد كده الفئة الأكبر برضو، العملة دي إصدار 2016، الفئة الأكبر هي الـ500 كورونا نرويجي، عليها شكل سفينة، دي الـ500 كورونا نرويجي. ثم بعد ذلك الـ500 كورونا نرويجي من الخلف، العملة دي إصدار سنة 2018 باللون البرتقالي أو الأصفر زي ما انتوا شايفين. بعد كده الورقة الأكبر في العملة النرويجية هي ورقة الـ1000 كورونا نرويجي باللون الموفي، عليها علامة مائية باللون الأصفر على شمال العملة، ودي الـ1000 كورونا نرويجي من الخلف. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم بعض الفئات. شكرا ليكم جزيلا.